لكم في قناه انا محمود المنجد. بص يا جماعه رجعنا لكم تاني اهو. ادي بقى الايه القماش، مرحله القماش اللي هو اتركب فوق السفينه. كان طبعا قبليه مرحله الاستك اللي احنا شغلناها، وقبليه كان مرحله الكرتون، وقبليه كان مرحله القماش زي ما انتم شايفين اهو. ده القماش اللي هيركب على الكنبة. كل حاجة بنوريها لكم اول باول. المستعمرة شغال. اللي عايز يتعلم يا جماعه يعمل حاجه زي كده نبص على الفيديوهات بتاعتنا نشوفها ويعملها. هو عنده خشب، هو محتاج استيك بس وقماش. هنشوف بعد كده هي محتاجه ايه اصلا. يا عم ارحمنا، يا عم اقف ساكت، يا عم انت بقى في نفسك انت، يا عم اقف ساكت بقى تعبتنا بقى. كل حاجه كده وانت مش فايق كده. بابا دقه دقه كوبايه شاي ولا بقى دقه تاني للمستعم. يلا بقى يا عم بقى كوبايه شاي والنبي المستعان. كوبايه شاي المستعان ما سمعش كده. خلصناها نوريها لكم برضه تاني اهو. المجال التاني صح؟ تاني احمد انت خد اللي انت عاوزه. احمد انت بتقلد على القناه ليه؟ ضروري على القناه ليه يا عم؟ شفت المسلسل؟ ضروري على القناه. شوف يا عم احمد ده بيجيب لك الشاب ولا في عندك؟
بتعملها ولا ايه؟ ايه؟ قرفان منها بس. كانتين زي اي كانتين عادي متعادوا من اسم عاطف عم عادي سبنج يا ابني نوريكم المرحله الثانيه بعد ديت ماشي مرحله السفنج ماشي يلا سوش دعمنا وقنا بلايك وشير.